الموضوع الأول اللغة العربية. النص: التلميذ المثالي هو من يستيقظ من نومه مبكرا فيتوضأ ويصلي ويتناول فطوره ويحمل محفظته ويسير في الطريق متأنيا حتى يصل إلى مدرسته، وعندما يسمع صوت الجرس يأخذ مكانه في الصف ويؤدي تحية العلم مع زملائه، ثم يتوجه برفقتهم إلى القسم فيجلس في مكانه بنظام وهدوء ويلقي السلام على معلمه، ويبقى في القسم هادئا منصتا مشاركا في مختلف النشاطات، ويعامل زملائه بأدب واحترام. وبعد أن ينتهي اليوم الدراسي يعود إلى منزله فيستريح ويستعد لدروس اليوم التالي. فكن يا بني تلميذا مواظبا مثل هذا التلميذ حتى تظفر بالنجاح. النص مقتبس بتصرف. إذا نعود نقرأ النص. التلميذ المثالي هو من يستيقظ من نومه مبكرا فيتوضأ ويصلي ويتناول فطوره ويحمل محفظته ويسير في الطريق متأنيا حتى يصل إلى مدرسته، وعندما يسمع صوت الجرس يأخذ مكانه في الصف ويؤدي تحية العلم مع زملائه، ثم يتوجه برفقتهم إلى القسم فيجلس في مكانه بنظام وهدوء ويلقي السلام على معلمه، ويبقى في القسم هادئا منصتا مشاركا في مختلف النشاطات، ويعامل زملائه بأدب واحترام. وبعد أن ينتهي اليوم الدراسي يعود إلى منزله فيستريح ويستعد لدروس اليوم التالي. فكن يا بني تلميذا مواظبا مثل هذا التلميذ حتى تصبر بالنجاح. نص مقتبس بتصرف. وش معناتها نص مقتبس؟ كاين حاجة نتوقف عندها اليوم. وش معناتها نص مقتبس بتصرف؟ معناتها جوجل يعرفه، كنت تروح لجوجل تلقاه يعرفه. رانا رحنا لجوجل اكتبنا التلميذ المثالي هو من يستيقظ مبكرا، لقيناها. التلميذ المثالي هو التلميذ الذي يستيقظ مبكرا، لقيناه. اذا كي تقول نص مقتبس، كي تقول مقتبس بتصرف، معناتها جوجل يعرفها، معناتها عمك جوجل يعرفها. ها ورا اكتب هنايا تجيك هنايا. نقراو النص الاصلي. ها ورا النص الاصلي. ها ورا سنة خامسة ابتدائي 2014، نص قديم. هذا النص الأصلي. التلميذ المثالي هو التلميذ الذي يستيقظ من نومه مبكرا فيتوضأ ويصلي ويتناول فطوره ويحمل محفظته ويسير في طريقه متأنيا حتى يصل إلى مدرسته، وعندما يستمع إلى صوت الجرس. كما يستمع إلى صوت الجرس؟ ما قالوهاش هنايا، ما كانش ما صوت الجرس قالوها. ما لا وراه الاختلاف؟ لو كان حوس على الاختلاف لا كان شوف. متأنيا قالوها تاع الجرس فطورها ويتناول فطورها. كاينه تتناول فطورها كاينه. ويسير في طريقه متأنيا حتى يصل إلى مدرسته، وعندما يستمع إلى صوت الجرس يأخذ مكانه في الصف ويؤدي تحية العلم. ما كانش يؤدي تحية العلم، كانش تحية العلم ويؤدي تحية العلم كاينه. وراه التصرف ماله. ويلقي مع زملائه النشيد الوطني. ما كانش هذا النشيد الوطني. ويلقي مع زملائه النشيد الوطني. ويلقي وراه النشيد الوطني. ما كانش النشيد الوطني هنا. ها وراه. شوف. وراه. ويلقي مع زملائه النشيد الوطني. هذه ما كانش. ها. ما كانش النشيد الوطني كل هنايا. ما كانش النشيد الوطني. هذا وش معناتها بتصرف؟ بتصرف معناتها ينقص ويزيد كلمات من عنده. هذه تاع السنة خامسة. هو كيقول بالتصرف معناته يقدر يديرو تاع السنة الرابعة، ينقص فيه ويزيد فيه باش عود يناسب السنة الرابعة ولا يناسب منهج الجيل الثاني. خاطش هذا 2014 منهج الجيل الأول، وحنا نتكلمو على الجيل الثاني. واش راح يدير؟ ينقص ويزيد باش عود يناسب الجيل الثاني.
إذن هي ما كانش تاع النشيد الوطني، النشيد الوطني ما كانش طول في النص هنايا. ها نشيد وطني نشيد وطني نشيد وطني نشيد وطني نشيد وطني، ها ما كانش طول، ها ما كانش طول نشيد وطني. ويلقي مع زملائه النشيد الوطني ثم يتوجه معهم إلى قسمه ويجلس في مكانه في نظام وهدوء. وعندما كاين هذه هي، وعندما يدخل معلمه يقوم لتحيته، هذه ما كانش يقوم لتحيته هي، ويعامل زملائه ويلقي السلام على معلمه، ويلقي السلام على معلمه النص الأصلي. وعندما يدخل معلمه يقوم لتحيته ويصغي إليه بانتباه ويجيب على أسئلته ويشترك في النشاطات المدرسية الملائمة، كذلك هذيك ما كانش. وبعد أن ينتهي اليوم الدراسي يعود إلى منزله ليستريح ويستعد لدروس اليوم التالي، ويعامل زملائه وأسرته بأدب واحترام. فكن يا بني مثاليا لتظفر بالنجاح. هذه عجبتني خير، لها لخطنش التلميذ المثالي، كن مثاليا، تشبه لبعضها صح. هنا واش قال لك؟ التلميذ المثالي كن مواظبا حتى تظفر. ها هذا التلميذ المثالي، بعد واش قال لك؟ كن مواظبا. هني عجبتني، لا مانيش نحوس عليك تكون 10 على 10، قاكون 6 على 10 على 7 على 10، هذا تلميذ مثالي. مانيش نحوسك تكون تلميذ مثالي 100% صحيح، نحوسك تكون مواظب. شقول ماكش مثالي بصح ما تمرقهاش ياكش، ماكش مشاكس ولا مشاغب ولا ما تكونش مثالي، بصح كون شويه مثالي. مد 10 على 10 يا سيدي، تصدق 7 على 10 كثر خيرك، معليش. بصح انا واش قال له؟ هذا تلميذ مثالي، انا نحوسك اني مثالي، هذا دا 10 على 10 تدي 10 على 10. اذا هذه حبيت نقولها في في في, في النص. هذه الاسئله مختلفه طبعا، خلاص وخرج هو قدم منه النص برك. اذا الاسئله، ضع الاجابه الصحيحه في الحيز. العنوان المناسب للنص هو التلميذ المثالي ولا في القسم. التلميذ المثالي هو اللي صحيح. اذا التلميذ المثالي هاي وراني في هذا. التلميذ المثالي، العنوان المناسب للنص هو التلميذ المثالي. يسير التلميذ المثالي في الطريق مسرعا ولا متأنيا؟ متأنيا. اشرح المفردات التالية. متأنيا شنو يشرحها؟ متمهلا. إذن متأنيا متمهلا. متمهلا. ملي كنت في الثالثة كنت طاير حبة مع سيف، بصح كنت دكا في الرابعة نمشي دكا النملة دكا فار مع عبد الله. متمهلا. ينفج. إذا نستطيع أن نقول يصغي مرادفة يستمع باهتمام أو ينفج. مواظبا. فلان الأمر داومه وتعهده، هذا هو داومه وتعهده. واظب المذاكرة ليلا، واظب على حضور المحاضرات، هذه أمثلة. واظب وواظب داومه وتعهده. استمرار المرء في نشاط أو عمل دون أن يتعب أو يخاف، عزيمته أو تخور عزيمته، لا بد من المواظبة على النجاح. داومه وتعهده وثابر عليه. تظفر معناه تتنال. نوظفها في جملة، تنال جائزة تظفر جائزة. انتهى الفيديو القادم نواصل مع التمرين الثالث والرابع.